شخصيات حكمت عمان. الشخصية السادسة: الملك العماني غوايسوس ملك اللبان. أشار المؤرخ الروماني لوسيان أنه في القرن الأول قبل الميلاد كان هناك ملك للعمانيين في أرض اللبان يدعى غوايسوس، كما افترض العالم نيجل جروم وجود عشيرة من قبيلة الأزد في ظفار في القرن الأول قبل الميلاد، وأن زعيمهم آنذاك كان ملكا في أرض اللبان، وأنه مات عن عمر ناهز 115 سنة. وفي منتصف القرن الأول الميلادي أكد ملاح إغريقي بأن ثمة تحكما ظاهرا من ملك اللبان، حيث لا يمكن حمل اللبان على متن سفينة دون إذن الملك، وإلا فإن السفينة لا تستطيع الخروج من الميناء. وهذه إشارات إلى أن الملك غوايسوس عاش بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي.